unit 7, our worlds. دي اول يونت في المنهج للترم الثاني. دي خارجه ويسز هي واحد واحات الخارجه is surrounded by desert محاطه بالصحراء far from the river Nile بعيده عن نهر النيل is visited by more and more tourists الناس شايفه كده ولا الخطايا؟ It's visited. لا ده لسه ده المنهج الجديد يا فاطمة. ماشي. It's visited by more and more tourists every year. رجع لي الجملة دي لأصلها. لأصلها. زمانها إيه؟ More ها and more tourists. visit it المفعول كان it والبريزنت سيمبل اهو تحول لايز وايه وvisited وادي كان الفاعل by more and more يبقى more and more tourists visit it ها every year hundreds of date palm trees are grown here المئات من اللي هي اشجار الايه النخيل palm trees are grown here تزرع هنا رجع لي اصل الكلام يبقى farmers صح اللي بيزرع ده farmers يبقى نقوله ايه farmers ها grow farmers grow date palm trees او hundreds of date palm trees ها ما انا خليتها farmers ما هو اللي بيزرع ما هو معروف مين اللي بيزرع farmers The dates are sold in many shops in the area. نرجعها الأصل. فيروز أصلها إيه؟ Sellers البائعون ها. Sell يبقى sellers أو the sellers sell ها the dates. In many shops in the area. You can also fill your bags with يعني fill with يملى تمام انما لما اقول لك full ماشي full يعني ممتلئ ولما اقول لك full انا بالنسبه كشخص هيبقى شبعان I'm full up with with the baskets shoes and furniture that are also made from the date palm trees. الأحذية والإيه؟ والأثاث. That are also made from وعندي made from وعندي made of. فرق بينهم إزاي؟ اللي بيمر على مراحل تصنيع وتقف قدامه كده ما تعرفش ده كان أصله إيه؟ تمام؟ ده made from. إنما الحاجة اللي هي ثابتة على شكلها وخامتها ديت إيه؟ of. يعني ده made of wood. خلاص. صنع بقى تشكل أي حاجة still made of إيه؟ made of wood. انما مثلا بسكوت مش عارفه ايه كيك الكلام ده كله يبقى ميد ايه فروم هنا ديت دخلت مره نعم هنا دي مراحل تصنيع متحوله لايه لفرنتشر وفين شوز احذيه طبعا مش هتعرف ايه الاصل Oasis ديت مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ Oasis تمشي الاثنين ازاي يعني؟ مفرد صح؟ اه جمعها Oasis لا هنقلب الاي ديت لايه؟ لاي نقلب الاي لايه؟ لاي انت شايف الخفه زايده اليومين دول كده فايه؟ خفوها اكتر Oasis is one of Egypt's natural wonders.
يعني ايه wonders؟ العجائب. natural طبيعي. لو هو قلت لك he wonders وهي wonders ها الاولانيه ديت ايه؟ يتجول. wonders ديت يتجول بالاي wonders. w o يبقى هو يتساءل او ايه؟ يتعجب. ماشي. read online article. natural wonders of Egypt. العجائب الطبيعيه لايه؟ مصر. Egypt is visited by more than 400 million million مفرد دايما million انما بقول لك ايه millions of people ولا million of people millions تجمع لو لوحدها انما حددتها برقم بقت ايه مفرد بعدها 14 million tourists هي دي الجامعة every year we have made a list بمعنى ايه list قائمة طب يضع في قائمة يا إما يضيف ممكن add أو put in a list أو in list in list تمام يضع حاجة في إيه في قائمة يعني وضعت مصر مثلا في قائمة الدول السياحية يبقى Egypt was enlisted in قائمة أتأكد لك منها بس هو enlisted حد يحط حاجة شيء في قائمة يعني في كلمة listed لا re-listed أعيد إضافتها يعني ممكن تيجي re-listed ماشي ممكن أشوفها لك دلوقتي re-listed يعني حاجة تشالك مثلا من القائمة وأنا رحت جاي أعيدها ماشي re-list هتيجي لا ملهاش ملهاش اهو في لعبه ماشي يا عم لعبه بقى ممكن حاجه ثانيه بس كجرامر مش موجود ان ليست بس في ان ليست اهي ايه في لقاء ممثلين وما بيتكلموش فصحى اصلا فعادي تلاقيه عويش قالها ازاي سبايدر مان طيب انا مش فاهم مال جماعة ممكن ككاركتر بقى جماعها ككاركتر جماعها ان هي كاركتر بس انما مش كلمه مان مانز خلصنا شغل البيت ده خلاص وايت ديزرت ناشونال بارك متنزه الصحراء الايه البيضاء This huge desert starts on the western side of the river Nile and continues into Libya into Libya into into Libya متكررة into Libya and a and the mountains تمام احنا في سلسلة جبال في الايه في الغرب صح؟ غرب بحر الرمال الأعظم وفي سلسلة جبال كده وفي ليبيا على الجنب كلها تمام؟ النيزك ليك بحيرة النيزك this natural lake is a 3-hour drive a 3-hour drive from Hurghada يعني ايه natural lake؟ البحيرة الايه الطبيعية على بعد ثلاث ساعات بالايه؟ قيادة بالسيارة منين؟ من الغردقة دي طب عاوز تقول مثلا بعد ست سنوات من العمل يبقى after takes احط شرطة year work تمام after 6 year work ما اجمعش hour ما اجمعش year لو جايه بالطريقه دي
جبل علبة. This national park is surrounded by grasslands, بالأراضي العشبية, between the Red Sea coast and the mountains. What? ده موقع يا جماعة, فهو الموقع بقى what? بيجيب لك معلومات عنه. What? إيه هي White Desert National Park? It contains five oases. فيها كم واحد؟ خمسة. With rocks that the wind has made into strange shapes. يبقى أنا make something into. اللي هو هنا بقى كان حاجة وتحول إلى شيء إيه؟ آخر. Shapes اللي هي هنا إيه؟ أشكال. بقت أشكال. What is El Nizak Lake? The lake is called the Shooting Star by locals. Locals هم هنا اللي هي إيه؟ المحليون. Because it's believed that a piece of a star, اللي هو a meteorite, ده اللي هو النيزك ولا الشهاب, شوف, fell into, سقطت عليه. The lake is cut out of, يعني ايه cut out of? The rock in the shape, منحوتة من, على شكل يعني. Cut out of the rock, منحوتة من الصخر. In the shape of an eye, على شكل عين. And is filled with the bright blue water of the Red Sea. في حتة هناك كده اسمها بلو هول. ايوه هي بلو هول. البلو هول هي هناك, هي الحتة دي. ها؟ جبل علبة او علبة. علبة؟ علبة؟ لا. This national park takes its name. أصل هو بالإنجليش ماشي قالوا علبة. إحنا بقى مصر بتقولوا إيه؟ أنت دارس؟ علبة؟ علبة. Why is it a wonder? ليه هي عجيبة؟ طبعًا takes its name from مأخوذ اسمه من جبل علبة. In the middle of it. Why is it a wonder? ليه هي عجيبة؟ في كلام. يا شمس. Why desert national park? جبل علبة. هو جبل. طب يعني هكتب بقى يعني حديقة الأزهر مثلا ولا ليها ترجمة؟ يبقى في ماشي, انما هو هناك اسمه جبل علبة وبيقولوا عليه كده. مش عارف والله. بس تقريبا هو مش جبل هناك, هو جبل هناك. ايوه. واحنا ايه؟ لا The colors change at different times of day. بتتغير اللون اللي هناك, تتغير في كذا توقيت من اليوم. And make them beautiful to look at. It is described. وتوصف. طب عايز حد يحولها لي بس مروة. Visitors describe it. تمام. As one of the best places to dive and swim. جبل علبة. It's unusually green. هو على غير العادة أخضر, جبل أخضر. And home, يعني home هنا بقى موطنلي. And home to many animals and birds. However, وبالرغم من, as it isn't easy to reach, من الصعب الوصول إليه, it isn't visited often. Its location should help to protect the wildlife there. الموقع بتاعه ده ان هو بعيد, برغم ان موقعه بعيد ولكن ده حاجه كويسه ان هو انا ما حدش بيروح هناك يا مان. ماشي, انا اقف لغايه ديت. لا النهارده ما فيش واجب, ده ما في حفظ زياده. لا في بس انا حفظ النهارده. لا في المنهج الثاني. ايه فاضل جدول كلمات صغير. معلش.
استر. ايوه التسميه الاونلاين ما نزلش على الجروب. ما يا فاطمة الاونلاين للاونلاين بس. يعني انا نيجي نسمع بكرة. هو خدوا انتوا خدتوا ده. ده بس. خدتوا اول جدول بس. يبقى بيج. يا مستر ياما. 65. ده لسه كام؟ لسه ماشي على البركه. ماشي 64 و65. 64 و65 مش ياما على فكره. اتفضلوا. احنا حلينا كل الكلمات ونطقناها النهارده مع بعض وقريناها مع بعض. ايه ده واحد مغادرين يعني ديبارشر ساين. لا ما تمشي الاثنين. ماشي اتفضلوا يا جماعه.